شكرا سيد المستشار المحترم. بطبيعة الحال هذا الموضوع ديال الطرق القروية سيبقى موضوعا مطروحا دائما داخل البرلمان باعتبار أنه من الأمور التي تشغل السادة المنتخبين، وكذلك بالنظر للخصائص اللي كاين. يعني نحن تنتكلموا على واحد الخصائص اللي بطبيعة الحال تراكم على مر السنين، غير اللي يمكن نقولوا يعني بعجالة أنه دارت واحد المجموعة البرامج. كان البرنامج الأول ديال الطرق القروية اللي انتهى واللي يمكن من بناء وإعداد حوالي 1100 كيلومتر من الطرق بين 95 و2005 بواحد الكلفة ديال 6 مليار ديال الدرهم. ثم كان البرنامج الثاني الذي يبلغ طوله تقريبا واحد 15500 كيلومتر وكانت الكلفة ديالو 15 مليار ونص ديال الدرهم. وبطبيعة الحال هذا كان مقدر أننا نوصل واحد نسبة الولوج ديال 80%، وحنا الآن حوالي 79%. وبالموازاة مع هذا الشيء كان طارق برنامج آخر ديال التأهيل الترابي اللي كان تيستهدف بالخصوص المناطق النائية وتيشمل حوالي 2320 كيلومتر من الطرق، 68 منشأة بكلفة ديال 2.5 مليار ديال الدرهم. الآن اللي حنا على اعتاب أو على أبواب إطلاق مشروع آخر اللي هو تقليص الفوارق المجالية اللي غيهم إنزاج 22000 كيلومتر، تكلفة إجمالية تبلغ 28 مليار ديال الدرهم، واللي غادي يتهم 3.4 مليون نسمه، وكذلك انجاز برنامج تاهيل طرق القرب اللي غتشرف عليه الوزاره مباشره اللي فيه 8000 كيلومتر و180 منشاه فنيه بكلفه ديال 8 مليار ديال الدرهم. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد المستشار. على كل حال ختمتم مداخلتكم، قلت الطريق الديمقراطيه الحكومه هي جزء من هذا الطريق، اعتقد ان هذا واحد المسار لا رجع مع بعض النتوءات للحال التي يسعى المغاربه كل من موقعه الى ان يتم ترسيخها. ولكن عوده الى هادشي ديال الطرق القرويه، انا بغيت غير نقول يعني للامانه، لان كل حال هذه مرحله انا لم اكن فيها مسؤولا على هذا المجال، كاين جهد كبير اللي دار في بلادنا، وانا دائما اقول انه يجب ترصيد ما هو ايجابي انتقاد ما هو سلبي. راه عندنا 250 مليار ديال الدرهم اللي دارت، ودارت بفعل مره جهد المغاربه يعني رجالا ونساء، وهذا الرصيد خصنا نحافظوا عليه، خصنا نقويوه، وجهد كبير دار ذكرتهم الحسيمه. على كل حال انت السيد المستشار تعرف انني مشيت جوج مرات الحسيمه، مشيت في زياره مع الساده الوزراء ومشيت قبل ذلك، وكاين جهد معتبر تيدار على مستوى الطرق القرويه، ولا على ذلك راه غير الطريق السريع ما بين الحسيمه والتازه راه تتكلف 4 المليار ديال الدرهم، وهو المقصود منها فك العزله على واحد العدد ديال المناطق. والحمد لله انه كاين استمراريه في ان تكون هناك كذلك اخرى تستجيب، علما اننا عندما نتحدث عن الحسيمه في المجال الطرق القرويه راه الكلفه ديالها تتكون 4 المرات الكلفه ديال الطريق في منطقه اخرى ليست جبليه. شكرا سيد الوزير. السؤال الثالث موضوعه الاستجابه لمطالب شغلت الشركه الوطنيه للطرق السياره